ازيكم؟ تعمل ايه لو نزلت الموقع اول مرة؟ طبعا لسه انت مهندس جديد ونازل الموقع ولقيت واحد من العمال نقدر نقول مستقصدك، يعني بيتلكك لك على اي حاجة، بيسألك في اي حاجة، بيسألك معلومات كتير جدا، وانت لسه راجل فريش جرادويت ورايح الموقع ولسه بتحاول تفهم الدنيا ماشية ازاي. الناس اللي زي كده بتبقى حاجة من الاتنين، يا إما هو فعلا مش عارف وبيسألك، أو إن هو بيسألك عشان يختبرك. طيب أنت تتصرف إزاي؟ عندك حاجة، حل من الاتنين، يا إما أنت تكون متمكن وشاطر وعارف أنت هتجاوب إزاي. طبعا ده في حالة إن أنت عارف كل المعلومات، أو يعني مذاكر المعلومات اللي أنت نازل عشان تشتغل فيها. في الحالة ديت هتكون أنت عارف معظم الإجابات اللي هيسألك عنها، سواء زي مثلا هيسألك على أسماء نباتات، طريقة زراعة نبات معين، الحفر اللي أنت هتحفرها ديت هتحفرها إزاي، سواء موقع إنشاءات أو صيانة. الحاجة التانية إن أنت ممكن مثلا لو أنت مش عارف الموضوع ده أو مش عارف الحاجة اللي هو بيسألك عنها، هتخرج من الموقف ده إزاي؟ ممكن كذا طريقة، طبعا كل واحد وطريقته، بس في طريقة منهم ان انت تقلب الموضوع عليه. يعني عايز تقول له مثلا يعني انت بقالك كام سنة شغال هنا في الموقع؟ مثلا هيقول لك بقالي سنتين. هتقول له يعني انت بقالك سنتين شغال هنا ومش عارف الحاجة دي بتتعمل ازاي؟ او ان انت مثلا تيجي تسأل فين مراقب العمال اللي هنا؟ يروح جاي لك مثلا مراقب العمال المسؤول عن الناس دي، تقول له يعني انت مش عارف تختار الناس بتوعك، انت جايب لي واحد لسه مش فاهم الشغل. ده طريقة بسيطة كده تهرب من الموضوع لو انت معرفتش السؤال اللي هو سألك فيه. بس طبعا يستحسن ان انت تكون عارف اجابة الاسئلة اللي بتتسأل في الموقع، وده هيجي بان انت تذاكر كويس قبل ما تنزل الموقع، تعرف الحاجة اللي انت رايح تشتغل عليها سواء انشاءات او صيانة. هتنزل مثلا النهاردة انت عندك زراعة، فزراعة نبات معين، اشجار مثلا، تبقى انت عارف الشجر اللي هيتزرع ده بيتزرع في اعماق قد ايه، محتاج شكل الحفرة عاملة ازاي، المكونات اللي هتتحط في الحفرة، لو في عزل ولا مفيش، في جي تكستايل ولا مفيش. فانت بالنسبة لك لازم تكون عارف التفاصيل اللي انت نازل تشتغل فيها، وبالتالي محدش يقدر يحرجك في اي سؤال من الاسئلة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. احنا زي ما قلنا هتكون حاجات مختصرة سريعا كده، بس ان شاء الله تستفيدوا منها. شكرا والى اللقاء.